as. يبقى أقول Ali is as tall as John. علي طويل زي جون في نفس الطول بتاعه. يبقى لما أقول اتنين طوال قد بعض يبقى as tall as. طب عايزة أقول إن هو تخين زي مثلا زي سهى يبقى he is as fat as سهى. يبقى أنا عملت أول حاجة إيه؟ اتكلمت الأول على شخص واحد وديت صفة من صفات he is tall, he is short, he is long. لما أنت بتقول he is long, he is fat, he is clever مفيش فيها مشكلة. لما اتكلمت على اتنين وهم لهم نفس الصفة اللي هي مثلا طول يبقى هقول he is as tall as أو she is as clever as. هي شاطرة زي مثلا إيه سلمى she is as clever as سلمى. We are as funny as ده مثلا ذا ويست. احنا عندنا نكتة أو احنا بنحب النكت زي الإيه الغرب تمام كده. يبقى as الأدجكتيف as معناها زي بعض معناها زي بعض تمام كده. طيب لو أنا عايزة أقول إن هو مش نعم بتقول ايه هو تنفع هو تنفع the place is crowd as cloud is as crowded as مثلا the street. اقول ان المكان ده مزدحم زي الايه الشارع مثلا. اوكي يعني مش لازم دايما اجيب اسامي ناس صح؟ اجيب ايه؟ مش لازم دايما اجيب اسامي ناس. لا عادي مش لازم. لا عادي ممكن اجيب اماكن. أو مثلا the zoo is very big as the park. إن الزoo واسعة جدا زي البارك. أوكي؟ تمام تمام يا حبيبتي ماشي. ثانية واحدة يا جولي هجيلك ثانية واحدة. أوكي ولا يهم. اوكي جولي معايا. يبقى انا ممكن اجيب السبجكت ده فاعل او فاعل عاقل او غير عاقل. اوكي سامعاني؟ ما سمعتش الصوت قطع. ماشي بقول لك انا ممكن اجيب السبجكت هنا فاعل عاقل او غير عاقل. اقول لك مثلا the zoo is as big as the park مثلا او as the cinema. الزو كبيره زي السينما مثلا. ماشي تمام. انا قارنت بين حاجتين او شخصين as big as او as small as. طيب لو انا بقى عايزه اقول ان هي مثلا ان السينما مش كبيره زي الزو هقول مثلا ايه the cinema isn't. هقول the cinema isn't as big as the zoo. يبقى انا عندي كلمه as ممكن انفيها ايه ب isn't as big as أو isn't so big as. الاثنين صح. دي صح ودي صح. ممكن أقول isn't as أو isn't so. clear؟ بس ازاي the cinema isn't so big. تنفع. طيب وهنا بعد big هحط برضو as. as؟ طب ازاي هتحطي as وهنا تحت وهنا so؟ ما أنا بقول لك أهو أنا لو أنا بتكلم عن نيجاتيف يبقى أنا عايزة أقول إن هي مش كبيرة زي الزو مثلا. مش كبيره زي الزو او مش كبيره جدا زي الزو. واضحه؟ اوكي وصلت الكلام. يعني انا ممكن استخدم as او ممكن استخدم so ده لو انا بقارن باز از. اوكي تمام يا حبيبتي. طيب هنكمل بعد كده. لو انا بقى ايه عندي comparison من نوع تاني خالص عايزه اقول مثلا انا جايبه شخصين اهمت الشخص ده مثلا اهوت الشخص ده اسمه A والشخص ده اسمه B وعايزه اقول ان A اطول من B اقولها ازاي؟ A is bigger than B taller than B هو اطول من ال B تمام. طب عايزه اقول B اقصر يبقى B is ايه؟ B is shorter than إيه. برافو تمام قوي كده ثانك يو فيري ماتش. يبقى انا مع الشورت ادجكتيفز مع الصفات القصيره بحط كلمه ايه بحط بس المقطع اي ار وبعد كده كلمه ايه زين. طيب عايزه اقول ان سلمى اجمل من اميره يبقى سلمى
is beautifuler. Beautiful دي بقى قصيرة ولا طويلة؟ المقطع يعني بتاع beautiful مكون من كم syllable من كم syllable؟ beautiful كتير، يعني ما ينفعش احط لها، ما ينفعش كمان ازود لها ER في الاخر، لان انا هغير الكلام ده كله واقول more او less. Beautiful. طب beautiful كبيرة. نعم يا حبيبتي. بتقولي ايه؟ بتقولي ايه يا جولي؟ هنا بيقول لي سلمى is more beautiful than امير. than امير. صح كده، يبقى سلمى اجمل من امير. او ممكن اقول سلمى is less beautiful than امير. يبقى انا بس زودت كلمه less او more، واحده منهم. مش قلنا بعد than فيها er؟ لا مش بعد زن فيها ايه. انا هحط الاول كلمه مور او لس قبل الصفه الكبيره، وبعد كده هحط كلمه زين، وكمل بقى نقارن مين بمين. تمام. هقول مثلا ايه، ذا فيلم او ذا موفي از مور اكسايتنج زين ذا بلاي. الفيلم كان احلى واكثر اثاره من المسرحيه. كلمه بلاي هنا معناها مسرحيه. تمام كده. يبقى انا قارنت لما يكون الصفه عندي طويله، ما ينفعش ازود لها كمان مقطع في الاخر، بكل بساطه احط قبلها كلمه مور او كلمه لس. تمام كده. يبقى انا احط كلمه مور او لس عشان المقطع ما ازودش فيها عدد المقاطع، فبالتالي الكلمه ما تنفعش، مش هيبقى فيه صعوبه في نطقها. اوكي. طيب هقول مثلا the English test is easier. is easier لو هي سهلة. is easier مش then the Arabic test كان أسهل من امتحان الأرابيك. تمام. طيب لو أنا عايز أقول بقى امتحان العربي أصعب من امتحان الإنجليش، أقولها إزاي؟ the Arabic is harder. is harder أو is more difficult. يبقى the Arabic test is more difficult. طب لو كتبت هارد صح ولا غلط؟ صح برضه صح، بس انا كنت عايزه كلمه difficult عشان احط قبلها مور او لس، عشان ابقى استخدم صفه طويله واحط قبلها مور او لس. يبقى is more difficult than، واكمل الجمله اللي هي ايه the English test. تمام. طيب خدت بالك كده هنا ان كلمه easy لما جيت احطها في المقارنه شلت الواي وحطيت IER وقلت easier. تمام. عن زي طيب، وكلمه big لما اجي احطها في المقارنه هعمل ايه؟ هضاعف الجي تبقى اسمها bigger. يبقى انا هنعمل ايه؟ هحط double G. تمام؟ يبقى easy كده واي، هشيل واي احط IER، وبيج لما اجي احط لها ER هضاعف الجي. حلو كده؟ طيب لحد كده واضح؟ يبقى انا لما بقارن حاجتين ببعض بحط في اخر الصفه، لو الصفه ببص على الصفه لو هي قصيره، لو هي short بحط لها في اخرها ER، وبعد كده كلمه زين. لو صفه طويله زي كلمه more هعمل فيها ايه؟ لا ده انا هحط قبلها كلمه مور او لس واحط بعدها كلمه زين. انا كده كده معايا كلمه زين اساسي، كده كده بعد الصفه بحط كلمه زين سواء الصفه قصيره او الصفه طويله. واضح؟ يا ميس. نعم يا حبيبتي. لحظه، هل ينفع تديني امثال تاني زي بيجر؟ الصفات يعني في صفات بنحط لها جي جي؟ كلمه سن. ان اخرها ايه؟ وقبل ان في فاول متحرك، في حرف متحرك، لما اجي احط الاي ار هحط ان كمان، وبعد كده احط اي ار اسمها thinner. تمام. طب معلش يا مس، هو انا بس نسيت الفاول ليترز. لا ولا يهم، الفاول عندك، هو الفاول عندنا 5 فاول ليترز، عندنا الاي والاي والاي والاو واليو. لو عندي كلمه اخرها حرف ساكن بعد كده حرف ساكن قبل الساكن متحرك، واحط اتنين بضاعف الحرف الايه الساكن. عندي كلمه فاد برضو لما اجي احط لها اي ار هضاعف التي اسمها فادر. اوكي. تمام ماشي يا حبيبي. يبقى دي اسمها الفاولز، اللي عندي 5 فاولز اي 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 او يو. لو كلمه انتهت بحرف من الحرفات ديت وبعد الحرف ده في حرف ساكن، الحرف الساكن اللي هي الحروف كل حروف ما عدا الحروف الخمسه دولت، لما اجي احط اي ار بضاعف الحرف الساكن. ماشي؟
نعم بس برضه بيقول إن الواي واحدة من الفول، بس مش دايما. مش الواي دايما. والاتش ساعات بنحط معاهم الاتش وساعات بنحط الواي، ماشي؟ بس دول الثابتين، تمام ماشي يا حبيبي؟ تمام ماشي يا روحي. طيب بعد كده هنتكلم على دي اسمها ايه، المقارنه. يبقى انا بقارن شخص بشخص تاني، ان هو اطول منه او احسن منه او اسوأ منه، ماشي؟ طب انا عايزه بقى اقارن او افضل شخص عن مجموعه. عايزه اقول مثلا ان الولد ده اشطر من كل الكلاس، البنت ديت اجمل بنت في الدنيا، المكان ده اوسع مكان شفته في حياتي. نعم. This boy is the best. ذا بيست. لسه ذا بيست، لسه ما وصلناش للبيست. ده الحاجات دي بقى اللي هنقولها في الشواذ في الاريجنال، ماشي؟ تمام. ماشي يا حبيبي. طيب هنقول بعد كده، انا عندي بعد كده السوبرلاتيف. السوبرلاتيف اللي هو التفضيل، ان انا بفضل واحد عن مجموعه. لو مثلا ايه، قلت مثلا جبنا حبه كده حلوين اشخاص اهمت، عايزه اقول ان الولد ده اطول ولد في الكلاس او اطول ولد في المجموعه، يبقى ده مثلا A وده B وده C. عايزه اقول ان A اطول واحد، يبقى اقول A is the taller. the tallest. طول احط لها E S T. taller ديت مع المقارنة، انما ده اسمه تفضيل superlative. يبقى هقول the tallest. A is the tallest boy. هو ده اطول ولد in the class مثلا. اوكي؟ تمام. تمام. اقول مثلا ايه، سلمى is the shortest. سلمى دي اقصر بنت شفتها في حياتي. is the shortest girl. يبقى انا بحط كلمه، بثبت برضو كلمه ازاي، وبعد كده الصفه، وبعد كده احط في اخرها اي اس تي. طيب عايزه اقول مثلا البنت ديت او احمد هو اتخن ولد في الكلاس، يبقى احمد is the fattest. فات اهي اخرها تي، وقبل تي حرف في جول، احط كمان تي ومحطه اي اس تي. is the fattest boy in the class. الولد ده هو اتخن ولد فين في الكلاس. كتير كده؟ كلاس. تمام. عايزه اقول مثلا ان الايه، ان البنت دي اجمل بنت بقى في الدنيا. كلمه بيوتيفول، نوصل بقى تاني كلمه بيوتيفول. بيوتيفول دي قصيره ولا طويله؟ شورت ادجكتيف ولا لونج ادجكتيف؟ ايه؟ الكلمه بيوتيفول شورت ادجكتيف، ادجكتيف قصيره ولا لونج ادجكتيف طويله؟ لونج. لونج. تمام. يبقى مش هينفع احط لها اي اس تي، هنغير برضو قبلها واقول مثلا ايه، نهى از ذا موست بيوتيفول، هي اجمل بنت. از ذا موست بيوتيفول ليدي مثلا. يبقى انا جبت الصفه اهيت، وبدل ما احط قبلها ذا بس هحط ذا موست. اوكي؟ اوكي. مش طيب اقول مثلا ايه، طب في اي حاجه غير مور، زي غير موست؟ اه في ليست، عشان خدنا موست وليست هنقولهم دلوقتي كلهم في الشواذ، ماشي؟ يبقى كلمه ذا موست، انا عايزه اقول لها ان هي مش اجمل واحده، هي مش اجمل واحده، يبقى هي شي از نوت ذا موست بيوتيفول. او اقول هي اقل واحده جمال، يبقى يو ار ذا ليست بيوتيفول جيرل. انت اقل واحده جمال مثلا، لما تقول واحده كده، ماشي؟ تمام. زازو مثلا is the most exciting place. عايز اقول ان هو ده اكتر مكان بحبه او ايه بستمتع فيه، يبقى the most exciting ايه place. clear؟ clear. يبقى انا عندي مع الصفات اللونج adjectives بحط كلمه the most او the least مع السوبرلاتيف، مع التفضيل. اوكي كده؟ طيب عندي بقى صفات شاذه، زي ما احنا قلنا ان في صفات بنضيف لها بنضعف الحرف، وفي صفات بنحول الواي لاي. لان عندي بقى صفات شاذه خالص، زي كلمه جود وكلمه فار وكلمه ماتش وميني وكلمه ليتل، كلمه باد. الصفات ديت ما بعرفش احط لها لا اي ار ولا زود لها اي اس تي. بعمل ايه؟ شكلها بيتغير خالص. بيتغير ازاي؟ بيتغير اول حاجه في المقارنه. جود مقارنه بيتر، يعني كلمه جود اه تبقى بيتر بس زين. بيتر زين
تمام. طيب عندي كلمة far تبقى ايه؟ farther farther او further، يا اما farther يا اما further يا اما يعني ابعد farther او نعم مش further لا far يعني بعيد، far اللي هي f u r دي معناها الفرو، f u r ده كلمة تانية لا دي far صفة دي adjective، far دي adjective يبقى المقارنة بتاعتها farther او further وحط بعدها برضو كلمة زين. طيب much و many بيبقوا اسمهم more زي ما احنا قلنا، وlittle بتبقى less. bad بتحول لworse وكلهم بيجي بعدهم كلمة ايه؟ زين. يبقى ده في الايه؟ في المقارنة. ده في ايه؟ في المقارنة. طيب التفضيل بقى، التفضيل لما افضل واحدة على مجموعة او على على حبة يبقى كده. انا مش عارف اسأل سؤال. اتفضلي يا حبيبتي. مش احنا جبنا في الجملة اللي فاتت ان احنا مثلا عايزين نقول she's more beautiful more دي معناها much؟ معناها اكتر، much. بس ماتش ما ينفعش احط لا اي ار، فقلت مور بيوتيفول زان او ليس بيوتيفول زان، اقل جمال او اكتر جمال. تمام تمام يا حبيبتي. طيب يبقى انا عندي بقى في المقارنه احنا قلنا خلاص جود تبقى بيتر زان. طب في التفضيل هتبقى ذا بيست، هقول لك مثلا ايه؟ Arabic is the best subject in the world. Arabic ده احلى ماده انا بحبها. تمام. فار هتبقى ذا فرذر او ذا فارزست، احط لها اي اس تي بعد كلمه ايه؟ أو farthest the farther أو the furthest. كلمة more هتبقى the most، less هتبقى the least، وكلمة worst هتبقى the worst. يبقى نعرف حاجة كده مهمة جدا يا جولي، إن في المقارنة لازم نلاقي كلمة زين، وفي التفضيل لازم نلاقي كلمة زي the. دي اهم حاجه تعرفيها. حد كده كلير؟ تمام تمام يا حبيبتي. نبص بقى الكويشنز عشان نحلها مع بعض. تمام هنحل مع بعض الكويشنز. جاهزه؟ جاهزه يا جولي نحل؟ ماشي يا حبيبي. عندي الجرامر اهوت. ماشي نبدأ مع بعض كده من أول. نمبر 1 تنس إز لحظة اتفضل. اوكي تنس إز نقط interesting than football. تنس إز مور is more, more interesting than. تمام. طب لو انا لو انا ما عنديش كلمه than ديت وعندي كلمه as يبقى اقول ايه؟ لو عندي كلمه as as اختار more ولا اختار as؟ لا more. انا عشان عندي كلمه than فاخترت مور. طب لو انا بقى ما عنديش كلمة زان ديت وعندي كلمة از، لو انا عندي بدل كلمة زان ديت عندي كلمة از اختار ايه؟ از. نعم يا جولي لحظة لحظة بص يا جولي زي ما احنا قلنا لو انا عندي از يبقى اقول تنس از از انترستنج از يبقى اتنين زي بعض ماشي. طب انا عندي زين يبقى انت زي ما انت اخترتي صح مور انترستنج زين ماشي حبيبتي عشان ما تلخبطيش ماشي. انت مختاره مور صح. طيب اللي بعدها I read that women are not drivers than men. ان الستات than men يبقى عندي عندي than دي يبقى مقارنه ولا تفضيل؟ ها مقارنه. تمام يبقى انا هختار بقى يا اما مور يا اما ايه؟ ايه؟
هختار ايه؟ بيتر. تمام، يا اما بيتر يا اما ورس. تمام، women are better drivers than men. thank you very much. اللي بعدها he plays the he plays the guitar. بيلعب الجيتار. guitar yes. really not جبليش زاد معناها مش مقارنة. مش مقارنة، تمام، بس هنا جايب لك مش لا جايب لك مقارنة، لا جايب لك زا ولا جايب لك زان، يبقى لا مقارنة ولا تفضيل، يبقى جملة عادية خالص. طيب هنا بقول لك he plays the guitar، خلي بالي بقى دي اسمها ايه؟ 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 طيب احنا كنا خدنا، لو انا بتكلم عن البارتس اوف سبيتش قبل ما اكمل حل معايا، خليكي معايا بصي كده، احنا دلوقتي لو احنا بنتكلم عن البارتس اوف سبيتش، بارتس اوف سبيتش اللي هو ايه؟ اجزاء الكلام. انا عندي الجمله بتتكون من ايه؟ من سبجكت وفيرب، ممكن يبقى فيها ادجكتيف، ممكن يبقى فيها ادفيرب، تمام كده. الادجكتيف عارفين ان هو بيعمل ايه؟ ذا ادجكتيف ديسكرايبز ذا سبجكت، الصفه بتصف ايه؟ الفاعل. اقول مثلا ايه؟ احمد از فيري كليفر، يبقى كليفر دي بتوصف مين؟ أحمد، يبقى بتصف الفاعل السبجكت اللي عندي. طيب لو قلت لك سلمى درايفز سلولي، سلمى بتسوق ببطء، يبقى كلمة سلولي دي بتصف ايه؟ بتصف سلمى ولا بتصف طريقة سواقتها؟ طريقة سواقتها. تمام، هي بتصف الفيرب، يبقى ده الادفيرب بيعرف ان هو بيصف الايه؟ الفيرب. طيب الادفيرب زي ما انت شايفه عندي اخره جاي اخره ايه؟ اللي واي. اللي واي، تمام كده. طيب يبقى انا اعرف كده ان الادفيرب معظم الادفيربز اللي عندنا اخرها اللي واي. طب عشان احول الادجكتيف للادفيرب اضيف له ايه؟ الواي. اللي واي كويك، اللي هي سريع، عايزه احول الادفيرب يبقى اسمها كويكلي، سلو هتبقى سلولي. طيب انا عندي بقى صفات شاذ زي صفه جود، جود برضو شاذ زي انا لما اجي احول الادفيرب، لما اجي احول الادفيرب هتبقى تحول لايه؟ لكلمه اسمها ويل. يبقى عايزه اقول هي بتسوق كويس يبقى شي درايفز ويل، تمام كده. ما فيهاش عشان دي ما فيهاش ولا واي ولا اي حاجه، لا دي بقى الصفه كلها غيرتها. طيب عندي كلمه فاست برضو ما ينفعش احط لها ال ايه، هتبقى هنفهم ان هي بقى ان هي فاست دي ادجكتيف وادفيرب في نفس الحال. يعني اقول هي درايف، يعني مثلا اقول هي درايفز فاست، يبقى درايفز فاست، فاست بتصف ايه؟ بتصف درايفز. واقول هي از ا فاست درايفر برضو بتصف ايه؟ هي از ا فاست درايفر. يبقى برضو هنا فاست تصف ايه؟ هي. يبقى هنا اعرف ان فاست بتصف النون وبتصف الفيرب، يبقى هي في نفس الوقت ادجكتيف وفي نفس الوقت ادفيرب. اوكي طب يا ميس، نعم، هو جود وفاست ودول ايه علاقتهم؟ ليه بقوا شاذين؟ ليه بقوا شاذين؟ الجرامر دي لغتهم بقى اللي ما ينفعش، لان برضو ما عندهمش كلمه اسمها جود. بصي يا جون، ما عندهمش في الانجليش كلمه اسمها جود، فهم بيغيروا ال ال واي، ما فيش حاجه اسمها كده، فهم بيشيلوا الكلمه كلها طبعا لصعوبه الكلمه، لان الجود دي مش هيبقى في صعوبه في نطقها، ويغيروها يخلوها ويل مثلا. ماشي، كلمه فاست انت فاستلي برضو ما فيش عندهم الكلمه دي مش موجوده في اللغه، يبقى اعرف ان كلمه فاست بتبقى ادجكتيف، ما ينفعش احط لها ال واي. نفس الكلام على كلمه هارد، خلي بالك في هارد بقى لان هارد مختلفه شويه، هارد ادجكتيف وهارد ادفيرب، وفي كلمه هارد في كلمه اسمها هاردلي ادفيرب برضو. ازاي؟ ادي اكزامبل، اقول لك مثلا هي ستاديز هارد. هارد هنا بتصف هي ولا بتصف ستاديز؟ ديسكرايبز ايه؟ ناون اور ديسكرايبز ا فيرب؟ ها سامعاني يا جولي؟ جولي معايا؟ ايوه. طيب هارد يا حبيبتي بتصف ايه؟ ناون اور ذا فيرب؟
هي بتذاكر كويس، بتذاكر بجد، يبقى تصف ايه؟ تصف الفيرب. يبقى اقول ان هي، اقول ان هي ادفيرب. تمام. لو قلت لك he is a hard man، ده راجل ايه؟ راجل شديد، راجل ناشف. هارد هنا تصف ايه؟ تصف المن او بتصف المين؟ الراجل. تصف الراجل. يبقى هي هنا ايه؟ adjective. تمام. يبقى هنا كلمه هارد لو جت he is a hard man، ليه ما تنفعش hard دي تكون على he؟ ما هي على هي برضو، ما على هي وعلى على الاثنين. ما هي اصلا man بتعود على هي. ماشي. اوكي كده، لان احنا قايلين ان الصفه بتصف النون او بتصف الادجكتيف، بتصف الفاعل اللي عندي. طيب انا عندي بقى في ادفيرب تاني خالص اسمه hardly. hardly ده معناه مختلف، معناه بصعوبه، معناها difficultly. الصفه دي او الادفيرب ده، او مثلا ايه، he hardly، he hardly work، هو نادرا ما بيشتغل. طيب بيدينا معنى ايه؟ بيدينا معنى سلبي، كاني بقول he doesn't work. يحب ايه يا جولي؟ معايا؟ معلش هو فصل يا جولي، ام سوري. ماشي يا حبيبتي، خلاص كده احنا اللي احنا قلناه خلاص. يبقى انا بقول ان الادفيرب بحط في اخره ال واي، يبقى انا اعرف لما تكون الكلمه اخرها ال واي ان هي ادفيرب. الادفيرب ديسكرايبز ذا فيرب، الادفيرب من اسمه كده بيصف الفيرب. انا عندي بقى ادفيرب شاذه، بيبقى ايه؟ بيبقى شكلها متغير، زي كلمه فاست وزي كلمه، سامعاني؟ كلمة fast ما بحطلهاش ال y، وزي كلمة hard برضه ما بحطلهاش ال y. تمام؟ طيب احنا كنا نقول في number 3 he plays the guitar really. احنا قلنا really ايه بقى؟ هيلعب الجيتار ازاي؟ ها؟ اقول ايه يا جولي؟